وكذلك يصح حديث لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة، وهذا قد أخرجه أبو داود رحمه الله في سننه، وهو حديث صحيح. ولذا قال ابن حجر رحمه الله قال سببه عند البزار أن ديكا صرخ فلعنه رجل فقال هذا الحديث. وابن حجر رحمه الله ذكر عن بعض أهل العلم أن قوله يدعو إلى الصلاة يعني ليس معنى ذلك أنه يقول ذلك بصوته حقيقة صلوا أو حانت الصلاة، بل جرت العادة أنه يصرخ عند طلوع الفجر وعند الزوال، فطرة فطره الله عز وجل عليها. وذكر عن بعض أهل العلم كما فتح الباري أنه قال يؤخذ منه أن كل من استفيد منه الخير لا ينبغي أن يسب ولا أن يستهان به، بل يكرم ويحسن إليه. ولا شك أن مثل هذا القول قول في محله ولو اعتباره، لكن يجب أن يعلم أن بيان خطأ من يخطئ وبيان ضلال من يضل ممن يلبس لباس الدين والعلم أنه ليس داخلا في ضمن ما قاله هؤلاء العلماء، وإنما المقصود ما ذكر، قال من استفيد منه الخير، فالذي استفيد منه الخير والخير ما هو؟ هو ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما فهمه سلف هذه الأمة. وإلا فمثل هذا الزمن أناس نصبوا أنفسهم وتصدروا أو صدروا وجعلوا أنفسهم علماء ودعاة ويأتون بما ليس بخير، بعضهم يأتي بما ليس بخير، يأتي بشر من بدع أو من أحاديث موضوعة مختلقة، فلا يدخل في ضمن هذا الحديث مما ذكر عن هؤلاء العلماء، بل إنما هذا مخصوص من هو حمل العلم حقيقة وحمل الدعوة إلى الله عز وجل حقيقة على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم من سلف هذه الأمة، وهم لله الحمد معروفون في طريقتهم وفي منهجهم. والله المستعان.